لسيادتك الكتاب ده. كتاب ايه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي؟ العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجائزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لأصحابي. بابا أنا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لما كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ أنا أنأى بنفسي على أن أشارك في هذا العبث، دي مهزلة. أيوه أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها يا دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين مين مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على ما أسم حلاوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول الرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيداً بعيداً، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي أنا بقرصك في رجلي. الظاهر إن أنت فعلاً إنسان وضيع زي ما قالولي. أنا غلطانة أنا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي فقر.
وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. سرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. أنا الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا أنا أفضل أنك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع إلقائك للشعر. فضل. أنا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك، أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا أستاذ مرجان. وبيعملوا إيه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا أستاذ مرجان، اتفضل. أستاذ مرجان، إحنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب إنهم يسيبوا بيت أبوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر أفهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك، أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة، كشاكيل اللي أنتوا تكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المال اللي بتشربوها مية مرجان، الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تقول اللي جابكوا هنا بابا؟ حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تاليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟
النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاشرك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا خلاص اتفلقوا كاكونيلا، خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي ده هيكلفنا